رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من سلسلة دروسي 30 الدرس 30 من سلسلة دروسي كتاب شرح العقيدة الطحاوية. الله لعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل. يعني شرع الآن الحديث، شرع الشيخ الآن في الحديث على وجوب الإيمان بملك الموت، فقال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل من الله تعالى بقبض أرواح العالمين عند انتهاء آجالها. قال الشيخ ملك الموت، ولم يقل عزرائيل، لأن عزرائيل هي بالأصل في العبرانية معناها عبد الله وعبد الجبار، عبد الجبار، عبد الجبار، إنه معناها عبد الجبار. ولكن لم يرد في حديث، لم يرد في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت اسمه عزرائيل. إذا ربما أنكر البعض، أنكر البعض إطلاق عزرائيل، اسم عزرائيل، على ملك الموت، ولا وجه الإطلاق إلى إنكاره طبعا، ولكن قد ينكر البعض ذلك. قال: والعالمين جمع عالم، هو اسم لما يعلم به. العالم اسم لما يعلم به، يعني العالم كأنه أراد أن يقول لك هو مأخوذ من العلامة. سمي العالم عالما لأنه يدل، لأنه علامة على شيء. حتى بعضهم قال: سمي العالم عالما لأنه علامة على صانعه، لأنه يدل على صانعه. قال: كالخاتم غلب فيما يعلم به الصانع، يعني صار علما بالغلبة. العالم صار علما بالغلبة على كل ما يدل عليه الصانع، على كل ما يدل على وجود الصانع جل وعلا. قال: وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. كل ما سواه، ما سوى من؟ الله. ما سوى الصانع جل وعلا من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. جميل هذا الكلام. الشيخ كأنه أراد أن يلفت انتباهك إلى نقطة هامة، وهي أن هذا العالم وهو ما سوى الله عز وجل كيف يدل على وجود صانعه؟ يدل على وجود صانعه لأنها ممكنة، أو لأن هذا العالم ممكن، ولأنه مفتقر إلى مؤثر، إلى مؤثر واجب لذاته. فلما ترى أنت أثرا ما، مباشرة يخطر في قلبك أن هناك مؤثر. لما ترى صنعة لابد أن يقع في عقلك وقلبك أن هناك صانع. فمن هذه الوجهة، من هذه الجهة، افتقار هذا العالم إلى مؤثر أثر فيه، إلى موجد أوجده، دل على وجود الصانع. واضح الكلام. قال: واختلف الآن هل القبض من مقرها، هل ملك الموت يقبض الروح من مقرها، يعني هو الذي يتولى بقبض أرواح، يتولى قبض أرواح العالمين من مقرها ويأخذها بيده هكذا، أو من يد أعوانه، أو هو يأخذ الروح من يد أعوانه، من يد أعوانه المعالجين لنزعها، المعالجين لنزعها.
يعني هنا أحبابنا في نقطة متابع الكلام أولا، الباري تبارك وتعالى في القرآن يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا النص القرآني يدل دلالة واضحة على أن ملك الموت يتولى قبض الأرواح بنفسه. قل يتوفاكم ملك الموت. عندنا كذلك حديث نص قرآني آخر يقول الباري تبارك وتعالى كذلك حتى إذا جاء أحدكم الموت ماذا؟ توفته رسولنا. إذا صار في عندنا الآن نص قل يتوفاكم ملك الموت واحد، ونص آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون. فهذا يدل، هذا النص القرآني، النص الأول يدل على أن المتوفي والقابض من؟ ملك الموت. والنص الثاني يدل على أن الذي يتولى قبض أرواح قبض الروح هي ملائكة الموت وليس عزرائيل عليه السلام. نعم، حتى نستطيع أن نفهم هذين النصين لابد أن نعلم وأنه لأن الله جل وعلا جعل لملك الموت أعوان موظفين يعني يعملون تحت إمرته، فهم يعالجون نزع الروح من العصب والعظم والعروق. وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى توفته رسولنا، يعني هم يعالجون نزع الروح من مقرها. توفته رسولنا أي تولوا معالجة نزع الروح حتى إذا بلغت الروح الحلقوم تولى عزرائيل عليه السلام ملك الموت نزع الروح من الحلقوم بيده. وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل. واضح الكلام أحبابنا؟ كذلك نحن عندما نقرأ القرآن نجد بأن الله جل وعلا نسب التوفي إلى ذاته. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذا صار عندنا الآن نسبة التوفي إلى ثلاث جهات، إلى ملك الموت وإلى أعوانه، وفهمنا الجمع بينهما. الآن الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالباري تبارك وتعالى أسند التوفي إلى ذاته جل وعلا لما قال ليلفت الانتباه إلى أنه لا تأثير ذاتي لملك الموت، وإنما التأثير الذاتي والفاعل الحقيقي لحدث الموت إنما هو الله جل وعلا. لذلك ماذا قال الباري تبارك وتعالى؟ تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق من خلق الله، والخلق لا يصح أن ينسب إلا لله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى قل يتوفاك الله يتوفى الأنفس، يعني الله هو الذي يخلق الموت وليس عزرائيل ولا أعوان. هذا الربط بين هذه النصوص الثلاثة. نرجع لقول الشيخ، قال واختلف هل القبض من مقرها أو من يد أعوانه المعالجين لنزعها. فهمنا الآن الحق في هذه المسألة. قال من برغوث وبعوض. معروف البرغوث؟ حشرة دويبة صغيرة. وبعوض وبشر وملك وجن برا وبحرا. قال وحتى روح نفسه كما قيل أنه هو الذي يقبض روح نفسه هو آخر من يموت. وقيل يقبضها يقبض روحه الله جل وعلا.
كما قيل إنه إن الله يعني يقبض أرواح شهداء البحر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال شهيد البحر مثل شهيدي البر، شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. ثم قال بعد ذلك وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، إلا شهيد البحر فإن الله تبارك وتعالى يتولى قبض أرواحهم. قال ويغفر لشهيد البر كل الذنوب إلا الدين، إلا الدين، وشهيد البحر يغفر له حتى الدين، حتى الدين يغفر له. إنه الله لا إله. الشيخ رحمه الله تعالى الله كما قرر الشارح قرر كذلك أن ملك الموت، أن ملك الموت يقبض أرواح الثقلين، أرواح الشهداء برا وبحرا، حتى أرواح الملائكة. هذا ما قرره الشيخ حتى هنا. ولكن هذا الكلام خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يقبض الملك الموت، لا يقبض ملك الموت أرواح غير الثقلين. ملك الموت يقبض فقط أرواح الثقلين، أما أرواح غير الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهم لا يقبضها ملك الموت. نعم. وكذلك خلافا للمبتدعة الذين يقولون بأن ملك الموت لا يقبض أرواح البهائم، أرواح البهائم، مذهب أهل الحق في هذه المسألة هو ما نقله الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني عن الإمام مالك، فقال قال وروي أنه سئل الإمام مالك أيقبض ملك الموت يعني أرواح البراغيث، فقال ألها أنفس، ألها أرواح البراغيث؟ قيل نعم، قال يقبضها. إذا كل ذي روح من يقبضه؟ ملك الموت. واختلف في حقيقة الروح، يعني في ماهية الروح، ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها جسم، أن الروح جسم، لما قال جسم يعني هي جوهر، وإلا لو لم تكن الروح جسما ولو لم تكن جوهرا فكيف تقبض؟ لو كانت عرضا كيف تقبض؟ قال أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. العود الأخضر كيف الماء منتشر فيه انتشار كامل، كذلك الروح منتشرة بجميع ذرات جسمك كانتشار الماء في ذرات هذا العود الأخضر. نعم. لذلك أظن سيدنا عمر أو غيره لما أو من التابعين لما سئل عن سكرات الموت وعن نزع الروح كيف يكون، فقال هل رأيت غصنا متشعبا ذي شوك كثير؟ قال نعم. قال هل أرأيت لو أدخلته في صوف، أدخلته في صوف فأخذت كل غصن في ناحية وكل شوكة بشعرة من شعرات الصوف ثم قمت بنزعها، هذه سكرات الموت، ثم قمت بنزع هذا الغصن من هذا الصوف كيف يكون النزع؟ قال بشدة. قال وكذلك نزع الروح. ليه؟ لأنها الروح كما قال الشيخ منتشرة في جميع ذرات الجسد، جميع ذرات البدن، فإما أن تنزع بعنف وإما أن تنزع بلطف، إما تنزع
بعنف أو تنزع بلطف. يا رب اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا. قال واختلف في حقيقة الروح. قالوا مذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها أن الروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأقطر. قال وبه جزم النووي ونقل تصحيحه عن أصحابهم. قال وابن عرفة المالكي وكذلك ابن عرف المالكي جزم بذلك ونقل تصحيحه عن أصحابهم عن المالكية كذلك. قال كذا ذكره اللقاني. طبعا اللقاني كان شيخ المالكية في عصره وزمانه. هل ذهب من أهل السنة أو ليس لا نقول أهل السنة جماعة من الصوفية من أهل السنة وجماعة من المعتزلة كذلك ذهبوا إلى أن الروح ليست بجسم ولا عرض بل هي جوهر مجرد. هذا الجوهر المجرد متعلق بالبدن البدني للتدبير يدبر أمور البدن غير داخل فيه ولا خارج عنه. متعلق بالبدن ليس داخل بالبدن ولا خارج منه. هذا قول بعض أهل السنة وبعض المعتزلة. ثم شرع في الحديث عن الإيمان بعذاب القبر. قال ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أي للعذاب نسأل الله السلامة لمن كان للعذاب أهلا لمن كان للعذاب أهلا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهنا لا بد من التنبيه على أمر شاع في كتب العقيدة للمتأخرة حتى ليس المتأخرة وحتى التي صنفت من 100 سنة أو 200 سنة شاع فيها وانتشر أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر. هذا مذكور في كتب العقيدة. وهذا الأمر في الحقيقة أحبابنا يحتاج إلى تحقيق وإلى رجوع إلى مصادر أهل السنة وإلى مصادر المعتزلة فلذلك يعني إذا رجعنا إلى كتب المتقدمين مثل التبصرة للإمام النسفي الشيخ النسفي يقول الشيخ أبو معين يقول أثبت جمهور الأمة. شوف قال جمهور الأمة لم يقل أهل السنة والجماعة. أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين وأثبتوا كذلك النعيمة لأهل الطاعة وأثبتوا كذلك سؤال منكر ونكير. بعد ذلك بعد كلام طويل قال بعد ذلك قال وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك. بعض المعتزلة هي التي حتى الشيخ العرض الإيجي في المواقع قال الذي أنكر عذاب القبر هم ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة. إذن ضرار بن عمرو هو كان واحدا من المعتزلة ثم بعد ذلك المعتزلة رفضوه فصار جهميا بعد ذلك وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة. إذن القول بأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر هذا كلام يحتاج إلى تدقيق وتحقيق وليس هو على إطلاقه كما سطر في بعض كتب العلماء. قال كما دلت عليه الآيات يعني الآيات تدل على أن عذاب القبر كائن وحاصل عذاب القبر كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشيخ استدل بهذه الآية على وجود عذاب القبر لكن عند التأمل تجد أن هذه الآية لا وجه للاستدلال بها لا تدل على وجود عذاب القبر. ليه؟ قال لأن جمهور المفسرين أحبابي
على أن المراد بالعذاب الأدنى هنا هو ما يحصل للكفار في الدنيا من القتل والأسر والمحن والمصائب والبلايا. حتى قال الشيخ القرطبي رحمه الله في تفسيره قال نقل عن الشيخ القشيري انتبه نقل عن الشيخ القشيري أنه قال وقيل العذاب الأدنى هو العذاب الطبر. قيل جمهور المفسرين على أن العذاب الأدنى الذي هو محط الشاهد على أن العذاب الأدنى ما هو البلاء والأسر والقتل والمحن التي تحصل لهم في هذه الدنيا. وهناك قول وذكره الشيخ القشيري بصيغة التمريض قيل هو عذاب القبر، ثم تابع الشيخ القشيري فقال وفيه نظر. ليه؟ قال لأن ختام الآية لعلهم يرجعون. ومن حمل العذاب قال من حمل العذاب الأدنى على القتل قال لعلهم يرجعون، يعني لعله يرجع من بقي منهم. واضح؟ من بقي منهم. ولا خلاف أحبابنا أن العذاب الأكبر هو عذاب جهنم، ولكن إذا أن يراد بالآية بالعذاب الأدنى هنا عذاب القبر هذا خلاف التحقيق، وبالتالي لا وجه للاستدلال بهذه الآية. مع أن هناك عندنا آيات كثيرة لو استدل بها الشيخ لكان أقرب إلى التوفيق إلى السداد في المسألة. ثم قال استدل الآن بنص واضح تماما بإثبات عذاب القبر فقال وقوله تعالى. إذا فهمنا إذا الاستدلال الأول بالنص الأول يعني لا وجه له، يعني أنا لا أريد منك أنت عندما تقرأ كتاب أن تحفظ العبارة وتأخذها وتنقلها بعد ذلك ثم يعترض عليك فأنت ما تستطيع أن تجيب. لا، يعني افهم هذه الاستدلالات، فما كان موافقا له وجه الاستدلال نأخذ به، وما لا وجه له نقول لا وجه له، لأن أي منا ليس معصوما. يعني أنت معلش هذا كلام أذكره بين قوسين، أنت عندما تستدرك على مؤلف ما ويكون استدراكك عليه بلطف وأدب هذا يحمد لك، أما أن تقول أخطأ فلان تمام أساء الأدب فلان ما يصح هذا، لا يصح هذا. وكثيرا ما قرأنا عن لبعض المؤلفين يقول لك مثلا هذا سبق قلم من المؤلف، هذا سبق قلم، وإلا ففلان المؤلف عالي القدر ومكانته معروفة معلومة، لعله من خطأ النساخ إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ وقوله يعني قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، النار يعرضون على، ما المراد بالعرض هنا؟ أن يرونها هكذا؟ لا لا لا، ليس هذا المراد. قال العلماء النار يعرضون عليها أي يحرقون بها. فأنت عندما تقول عرض الأمير الأسارى أو الأسارى أو الأسرى عارضهم على السيف، ماذا يعني؟ قطع رؤوسهم. واضح؟ فنحن نفسر القرآن إذا لم يرد حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. فقال النار يعرضون عليها أن يحرقون بها. إذا قال غدوا وعشيا، يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبالإجماع أنه لا غدوة ولا عشية في الآخرة. فإذا كان لا غدوة ولا عشية في الآخرة يكون العرض أين الثابت؟ العرض الثابت في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى يكون إذن؟ في الدنيا، لأن في الآخرة لا غداء ولا عشي، والغداء والعشي إنما تكونان في الدنيا. إذا يكون هذا العرض وهذا التحريق في الدنيا، فهم يعرضون بعد مماتهم على النار في قبورهم قبل يوم القيامة، ويوم القيامة والعياذ بالله يدخلون أشد العذاب. إذا فهذا العرض، هذا العرض لآل فرعون على النار هو عذاب القبر الذي قال به جمهور
الأمة. طبعا أحبابنا لكل منا عذابه في القبر الخاص بهم. الناس لا يعذبون في قبورهم، أنهم لم يفعلوا في الدنيا ما يستوجب عذاب القبر، أما من فعل ما يستوجب عذاب القبر، وعذاب القبر أنواع، كما أن دركات جهنم دركات ومراتب، كذلك كل شيء في الدنيا، في الدنيا والآخرة مراتب، يعني لا يستوي الأدنى مع الأعلى. نعم نعم مولانا سيدي. حتى جاء في الحديث في الأثر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان له صرختان، كان له صرختان في كل يوم، غدوة وعشية. كان يقول في أول النهار، في أول النهار يقول بصوت عالٍ: ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار، بصوت عالي ومرتفع مرتفع، فلا يسمع صوته وكذا جاء في الرواية، فلا يسمع صوته أحد إلا تذكر النار فاستعاذ بالله من النار. كذلك فإذا كان العشي قال رضي الله عنه: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار بصوت عال ومرتفع فاستعاذ كل من سمع صوته من النار. إذا فهذا عرض في الدنيا وإحراق لهم والعياذ بالله. نعم مولانا. مولانا ألا يتنافى هذا مع رحمة الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب العصاة مرتين، مرة في القبر ومرة يوم القيامة؟ من الذي يقدر رحمة الله، أنت أم هو؟ أليس من رحمة الله عز وجل؟ أنت ما أدراك برحمة الله أولا، يعني أنت كأنك تتحكم برحمة الله، كأنك تريد أن تفصل من رحمة الله ثوبا يليق بك ويليق بغيرك. هذا المعنى، يعني الله عز وجل، الله جل وعلا، فأنت عندما تقول أليس هل من رحمة الله أن يعذب الكافر في نار جهنم؟ أليس الله رحمن رحيم لا يعذب الكافر في نار جهنم؟ ألا من رحمة الله عز وجل ألا يخلق الأعمى، ألا يخلق الطفل الأخرس أو الأصم؟ أليس من رحمة الله ألا يخلق الفقير؟ أليس من رحمة الله أن يجعلنا جميعا أغنياء؟ أليس من رحمة الله أن يجعلنا جميعا عقلاء وعباقرة وأثرياء؟ يا مولانا، من قال لك أن هذا من رحمة الله؟ من رحمة الله أن يجعلك كما أنت، وأن يجعلني كما أنا، وأن جعل الفقير فقيرا والعالم عالما، هذه رحمة الله عز وجل. فأنت لا تعي رحمة الله جل وعلا حتى تقول أليس هذا تنافى؟ من قال بتنافى رحمة الله؟ وما أدراك أنت برحمة الله عز وجل؟ أنت تعرف من الرحمة بعض آثارها فقط، أما كنها لا تعرفه. هذا التدخل فيما لا يعني، بأن تقول هذا ينافي رحمة الله، من قال لك هذا الكلام؟ أنت عندما تقول هذا، أنت تقول مثلا الليل والنهار ضدان أو متنافيان لا يجتمعان. ليه؟ لأنك تعرف حقيقة الليل حقيقة النهار، أما أنت لا تعرف حقيقة رحمة الله عز وجل حتى تقول هذا الفعل ينافي رحمة الله عز وجل. الرحمة مولانا يعني تعرضنا ليها من أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذكر الحكيم واللي بنشوفه بنسمعه منكم مولانا. طب مولانا، هل من رحمة الله عز وجل أن يخلق الإنسان أعمى؟ هذه مولانا ابتلاءات يبتلي الناس. لا 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 انتبه، مقياسك مقياسك انت ومقياسي انا هذا ليس من رحمة الله. كيف يخلق هذا الأعمى؟ انا قلبي يتقطع عليه، كيف هذا؟ او اذا رايت مثلا قطا اعمى، قطا اعمى كسرت رجله، يتقطع قلبك عليه، اين رحمة الله؟ انت تستمع رحمة الله؟ لا والله هذا كلام ما يصح، لأن مولانا وما ربك بظلام للعبيد. فعندما يعاقب الإنسان في قبره، وما أدراك أن عقابه في القبر يخفف عنه عذابا في الآخرة، أنت لا تعلم، لا تعلم. الباري جل وعلا ذكر لنا عقوبات، المطلوب منك أنت أن تجتنب أسبابها، أما أن تفعل أسبابها ثم تقول أين رحمة الله؟ رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. هل أنت من المحسنين حتى تكون رحمة الله قريبة منك؟ في عندنا اجتباءات من الباري تبارك وتعالى، عندنا اصطفاءات، نسأل الله أن نكون من المصطفين
أن نكون من المجتبين، أن يجتبين الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فلان 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 تعالوا ادخلوا الجنة. من ذا الذي يحكم على الله في ذلك اليوم؟ لو أن أهل المحشر كلهم علموا بأن فلان وفلان وفلان كانوا من شرار الخلق ولكنهم أتوا بالشرط لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل من معترض؟ هل يقول واحد من شرار الخلق يا رب أدخلتهم الجنة بالمح... لماذا تدخلني معهم؟ لا علاقة لك أنت بذلك. فهل إدخاله لزيد الذي هو من شرار الخلق وإبقاؤه لعمر الذي هو من شرار الخلق ينافي رحمته؟ لا ينافي رحمته، هذه حكمة لا يعلم حقيقتها إلا الله. لذلك مولانا قلنا نحن في الماضي أن أسماء الله صفاته تعالى لا يعرف كنهها وحقيقتها إلا الله جل وعلا، ولكن بالتأمل نحن نصل إلى بعض ثمارها وآثارها. فما دامت الأحاديث جاءت نقول ما هي الأسباب المؤدية إلى هذا نجتنبها. قال وكذلك الأخبار كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال الحديث. هذا الحديث أحبابنا إنما يدل على ثبوت فتنة القبر وعلى سؤال المنكر ونكير الملكين الكريمين، يدل هذا الحديث على سؤال هذين الملكين الكريمين منكر ونكير للعبد في قبره، وكل من عذاب القبر ونعيمه انتبه. يعني أنت قد تقول الآن هذا الحديث لا يدل على ثبوت عذاب القبر، يعني إنما على هذا يدل، قال إن أوحي لي أنكم تفتنون في قبوركم. ما هي الفتنة في القبر؟ الفتنة في القبر هي السؤال الملكين، يسألك الملكان الكريمان من ربك؟ من نبيك؟ ما هو كتابك؟ يسألك عن اعتقاد عن عقيدتك يسألك، هذه هي الفتنة. فمن ثب انتبه، وعذاب القبر، عذاب القبر أحد أسبابه الجواب على هذه الأسئلة. فمن ثبته الله عز وجل وألهمه الحجة نعم في قبره، ومن خذله الله والعياذ بالله خذله ومنعه من الجواب فتكون ففتنة القبر يعني فيقع في عذاب القبر، فيقع في عذاب القبر. فعذاب القبر ناتجا عن ماذا؟ عن عدم الجواب. أيوة عن عدم الجواب. فالسؤال، الشيخ رحمه الله ذكر لنا حديثا يدل على ثبوت سؤال الملكين الكريمين المسميين بالمنكر والنكير، وسيأتي الحديث عنهما، سيأتي الحديث عنهما. ولكن نحن نقول العذاب القبر من أسبابه، من أسبابه عدم الجواب على هذا السؤال، على هذه السؤالين. إذن الذي أريد أن أصل إليه أحباب الآن، فتنة القبر شيء وعذاب القبر شيء آخر. ليه؟ ضرورة المغايرة بين السبب والمسبب. واضح الكلام أحبابنا؟ كذلك هذا الحديث إذا لا يدل على ثبوت عذاب القبر دلالة مباشرة، دلالة مباشرة، وإنما هي دلالة سببية متسببة، صح التعبير. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صاحبي القبرين اللذين غرز عليهما الجريدة إنهما ليعذبان، وكان في قبريهما إنهما ليعذبان، يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى. كيف قال أول شيء وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعذبان في كبير؟ قال وما يعذبان في كبير في زعمهما، في ظنهما أن الأول الذي كان ينم ونمام مغتاب بيوقع الفتن بين الناس
كان يفعل هذا للتسلية ويظنه أمرا هينا، فأوقعه في عذاب القبر الذي يستمر إلى قرون آلاف السنين ربما. والثاني الذي كان لا يستنزه من بوله كان يظنه أمرا هينا، فقال فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه لكبير، هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يدخل نمام الجنة في صحيح مسلم، لا يدخل النمام الجنة يعني حتى يعذب ويحاسب حسابا عسيرا شديدا على هذه النميمة. قال كذا في المسايرة. هنا لا بد من الحديث عن أمر أو عن أكثر من أمر أحبابنا. يعني الأمر الأول هو المعذب. ما هو الروح فقط أم البدن؟ ما هو المعذب الذي عليه؟ نستطيع أن نقول اتفق أهل السنة على ذلك، نستطيع أن نقول إن كان خالف في ذلك يعني بعض أهل السنة وبعض الفرق الضالة، ولكن كأن الاتفاق يعني بالجملة حصل أن المعذب هو البدن والروح جميعا، البدن والروح جميعا باتفاق العلماء صح التعبير. طبعا كيف يعذب البدن والروح؟ قد يقول إنسان مثلا أدخلنا فلان صليبي أو مجوسي، أدخلنا للقبر وبعد جمع 10 أيام فتحنا القبر لم نرى عليه آثار التعذيب، فكيف تقول يعذب الروح والبدن؟ ما هو الجواب؟ انتبه. سأذكر لك أمرا قد يكون حدث معك أنت وقد يكون حدث مع غيرك، لكن لابد أن تكون قد سمعتها. ألم تسمع في يوم من الأيام أن فلان من الناس رأى في المنام، وأنا هذا سمعته كثيرا وأخبرني به أشخاص كثيرون، أن فلان في المنام تعرض له جماعة فأخذوه وقاموا بضربه ضربا شديدا ضربا شديدا، فصار يصيح فأيقظوه من نومه وهو يصيح، فقام وجسمه كله يؤلمه من الوجع، وكان يصرخ وكان يصيح وكان يتألم، لكن أين ما هي أي علامات الضرب؟ لا يوجد. طب لماذا كنت تصيح وأنت نائم؟ كنت أرى من يضربني كذاب. ما هو الدليل على أنك كنت تضرب في المنام؟ كنت أصيح. فإذا كان يعذب. فإذا العذاب يقع على البدن وعلى الروح، وإن كنت أنت لا ترى آثار هذا التعذيب، آثار هذا التعذيب. من أيام أخبرت عن أحد رؤساء الدولة، رؤساء ورئيس وزراء في أحد الدول العربية، كان جبارا عنيدا. فمرة من المرات كان يمشي من أمام قصره، الشارع الذي في قصره، فرأى شخص فاعل مثل بسطة صغيرة، عرف البسطة؟ يعني طاولة يبيع عليها بعض الحاجات. فقال للسائق لا أريد أن أرى هذا في الغد في الصباح. وفي الواقع جاء التريكس وقاموا بقلق هذا المكان وتنظيفه، وصار في اليوم الثاني هو راجع نعم، جلس صاحب العرب البسطة يعني ينتظر هذا الرجل، فلما صار يدعو عليه بالهلاك فأمر زبانيته أن يعتقله، فاعتقل فذهب للسجن ومات في السجن. بعد 3 أيام وجد زوجته واقفة في المكان نعم وهي تدعو عليه كذلك، فأمر بأخذها ووضعها في السجن. بعد أن وضع الزوجة في السجن، رأى في المنام هذا الرجل
أنه أدخل النار وأنه جر ولم يحرق بعد، لم يحرق بعد. فسئل بما أنت؟ قال بدعاء فلان وفلانة عليك. قال فجاء بعض ملائكة العذاب ويحمل في يده كالمجمرة فيها جمر يريد أن يضع عليه من جمر جهنم. قال ففعل هكذا يقول هو، ففعل بيده هكذا فأصابه من شررها على يده، فاستيقظ ووجد الأحمرار على يده تؤلمه، ذهب لأطباء في العالم ولم تعالج، وبقي هكذا 10 سنوات. طبعا هو عزل من الوزارة بعد ذلك كما هو حال كثيرين، لو بقي لو دامت لك لما وصل إلى غيرك. واستمر على أكثر من 20 سنة وهي تؤلمه، ويضع دائما غطاء عليها، هي باليد اليمنى. الذي يحدث بهذه الحادثة هو كان عنده عقار يريد أن بيع أن يبيعه، فلما اشترى يا المشتري وهو يوقع نزع الخفة وجد هذا الإحمرار، ويقول هذا الذي اشترى قال والله إني رأيتها كالجمر. كيف الجمرة بتكون أحمر تتلمع وتتقد؟ قال هكذا هكذا يلون كأنها جمر متقدة. فقلت له خير يا فلان؟ قال أنا أعرفه أنه كان ذو سلطة وبأس. قال إنها أنا معارض. قال فالتقيت به بعد فترة بسنة أو سنتين، سألته عن يده قال اجلس لأخبرك قصة هذه اليد، وأخبره هذه القصة. إذا ما تراه أنت في المنام وتتعذب وتتألم قد ينعكس كذلك على جسمك. فلما قال العلماء العذاب يقع على البدن والروح، وأنت إن لم ترى ذلك هذا معذب، هذا معذب. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. الله. طبعا العذاب القبر يدوم على الكافرين، يدوم على الكافرين، وعصاة المؤمنين على بعضهم قد يدوم إلى يوم القيامة. والغالب أن عصاة المؤمنين يكون عذاب القبر لفترة مؤقتة، ثم بعد ذلك ينقطع عنهم العذاب. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، هذا من رحمة الله بالمؤمنين. يعني فلان محكوم عليه بجهنم 1000 سنة فأخرج الباري تبارك وتعالى بعد 100 سنة، هذا من رحمة الله. ما نقول لما أدخله جهنم؟ أليس الله برحمن رحيم؟ لا طبعا رحمن رحيم الباري تبارك وتعالى، لكن هذا أخطأ. لابد، هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، الصالحون والفاسدون، المؤمنون والطاغوت؟ لا يستوون. طبعا كل من لا يسأل في قبره لا يعذب، كل من لا يسأل لا يعذب. وسيأتي الكلام عن سؤال القبر. طبعا كذلك من عذاب القبر أحبابنا ما هو؟ ضمة القبر، ضغطة القبر. وورد أحبابنا أن الأرض تضم من في القبر حتى تختلف أضلاعه، يعني بس أعضاءه كلها إيش؟ جزءا واحدا، ولا ينجو منها أحد ولو صغيرا. ولو نجا منها لنجا من؟ لو نجا منها لا من؟ سعد بن معاذ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو نجا منها لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. وينجو منها من؟ قال ينجو من ضغطة القبر فاطمة بنت أسد. من فاطمة بنت أسد؟ أم سيدنا علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي، هي التي ربتني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفنها دخل في قبرها واستلقى في قبرها وألبسها قميصه وقال عسى أن يقيها ضغطة القبر، فوقاها الله عز وجل ذلك. وكذلك قالوا الذي من يقرأ سورة الإخلاص في مرض موته من قرأها قال يقيه الله عذاب ضغطة القبر. فأنت إذا ما وقعت في مرض، أي مرض، اقرأ فيه سورة الإخلاص، لعله يكون مرض موتك، لعله يكون مرضا حتى ولو كان إنفلونزا، يعني أي مرض اقرأ سورة الإخلاص. قال ونؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير للميت مطلقا، أي ميت سواء كان
هذا الميت قبر أو لم يقبر، في البحر أو في البر، في السماء أو في الهواء، مزق أو لم يمزق، أكلته الوحوش، أكلته الأسماك، أيا كان ما هو مات يسأل، أيا كان هذا الميت. قال مطلقا مؤمنا كان أو غير مؤمن. ثم قال وقيل للكافر فقط، قيل هذا السؤال يكون لمن؟ للكافر فقط، لكن الصواب أنها للكل. قال وتسميتهما بمنكر ونكير ليست على جهة الذم، وإنما هي لقب، وليس في الأسماء والذوات قبيح ولا حسن لذاته، ما عندنا اسم حسن لذاته أو قبيح لذاته، ولكن في عندنا قبيح لما يفهم منه، لما يفهم منه وليس لذاته. قال والمتعارف أنهما منكر ونكير أنهما اثنان، وفي حلية أبي نعيم ثلاثة، منكر ونكير وناكور. وحكى العراقي أن ملكي المؤمن مبشر وبشير، كذا ذكره المنلى إلياس. وقوله في قبره جرى على الغالب، يعني الغالب أن الإنسان إذا مات يقبر فيسأل في قبره، وإلا فمن أكلته السبع، يعني قد إنسان يموت يأكله مئة سبع، فكل جزء في بطن سبع، وأحرقته النار صار رمادا، ومن لم يدفن يأتيانه، كذلك منكر ونكير أو مبشر وبشير، يأتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسألانه كما يعلم الله تعالى، يسألانه والله يعلم الجواب مسبقا جل وعلا. نعم. المولانا يبدل المولى عز وجل جسما غير جسمي حتى يكون السؤال، يسأل الروح فقط من دون جسم، تعاد تجمع هذه الذرات. هلا العلماء في ذلك خلاف، لكن الصواب أنه وسيأتي معنى هذا، سيأتي معنى هذا مفصلا، أنه تعاد الأجسام الذرات، تعاد الأجسام الأجزاء الأصلية، الأجزاء الأصلية، وإلا لو خلق غيرها لكان المعذب غير العاصي، ولو وكان المنعم غير الطائع لو خلق ذرات أخرى. سيأتي الكلام مفصل حول هذه المسألة. هنا طبعا قد يقول قائل ما هي حكمة السؤال؟ حكمة السؤال أحبابنا هي أن الله عز وجل يظهر بهذا السؤال ما كتمه الإنسان في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية. فالمؤمنون الطائعون يباهي ربنا تبارك وتعالى بهم الملائكة حتى في قبورهم. والله يا أخي، والله الذي لا إله غيره، أنت عندما تجلس في بيتك، ولأنصحكم أن تفعلوا هذا، والله إن فيه خيرا كثيرا، الخير كل الخير بأن يذكرك الله في الملأ الأعلى، والخير كل الخير أن يباهي الله بك الملائكة. في الصباح اجلس أنت وزوجتك بجانبك واذكر الله عز وجل، والله إن الله يباهي بكم الملائكة، يباهي يذكرك الله في الملأ الأعلى، لا سيما بعد الفجر. ليه؟ ملائكة النهار هابطة وملائكة الليل صاعدة، هؤلاء الشهود يذكرونك في الملأ الأعلى، والله يباهي بك الملائكة. افعل هذا، والله إن فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، تشعر أنت به، تشعر أنت، واظب على ذلك، جربوا هذا. مالك متزوج؟ صديقك في الغرفة، واحد اثنين ثلاثة، اجلسوا مع بعض على الأذكار الصباحية، على الصلاة على النبي مع بعض، هكذا افعلوا حلقة، والله الذي لا إله غيره إن السكينة لتنزل عليكم والطمأنينة والراحة، ويأتيكم الخير من كل حب وصوب. هذا مجرب، هذا افعلوه، نصيحة لكم. الله. قال وكأن المصنف جرى على ظاهر الحديث
ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، إذا قبر أحدكم أتاه من كان أذى العصر؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وكأن المصنف جرى على ظاهر الحديث، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ويقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. إذن هذا النعيم الذي حصل له تسبب عن ماذا؟ عن إجابته للسؤال كما قلنا قبل قليل. الفتنة غير النعيم غير العذاب. ثم يقال له: نم. فيقول: حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها منها. فينام حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإذا أردتم أن تعرفوا كيف تنام العروس اسألوا صاحبكم هذا. أين العروس؟ ذهب؟ ذهب يا نام. أين عروسنا؟ ذهب ليقضي أمرا. اسألوه كيف النوم؟ نعم. ينام مرتاحا مسرورا سعيدا. قال: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه والعياذ بالله، فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال: فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن الصحابة، والأخبار عن الصحابة كذلك. لا يسأله عن رسول الله، لا يسأله عن الصحابة، جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث، وجاءت الأخبار عن الصحابة كذلك، وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن له، فإن ما ورد عن الصحابة له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي. الحديث عن عذاب القبر لا يكون من قبل الرأي. قال اللقاني: السؤال في القبر عن العقائد فقط، لا يسألك لا عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الصيام. يقول الملك للميت: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية: ومن أبوك وما قبلتك؟ وفي أخرى: الاقتصار على بعض تلك المذكورات، وجمع باختلاف المسؤولين. يعني جمع بين هذه الأقوال بأن المسؤولين مختلفون، فمن الناس من يسأل عن دينه، من الناس من يسأل عن صلاته أو عن صيامه أو عن زكاته، فتارك الصلاة يسأل عن صلاته، تارك الصيام يسأل عن صيامه، إلى غير ذلك. أو بأن بعض الرواة، رواة الحديث أو الأخبار، اقتصر وبعضهم أتم، وبعضهم أتم. على كل أحبابنا، هذا السؤال، هذا السؤال ذهب كثير من العلماء إلى أنه خاص بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقيل أن كل نبي تسأل أمته عنه، كل نبي تسأل أمته عنه. وكما قلنا قبل قليل، السؤال هو عين فتنة القبر، عين فتنة القبر. نعم. يستثنى من سؤال القبر أشخاص، هناك أشخاص قلنا من لا يسأل لا يعذب، ويستثنى من سؤال القبر أشخاص، منهم الأنبياء. الحق أن الأنبياء
لا يسألون. وقال بعضهم يسأل الأنبياء، والذي يسألهم جبرائيل عليه السلام يسألهم عن أممهم وعن الوحي. نعم، ولكن قال بالاتفاق أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يسأل. لا يسأل ليه؟ إن السؤال دائما يكون من الأعلى إلى الأدنى. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الأنبياء لا يسألون، لأنهم أعلى من جبريل، أعلى من جبريل. كذلك الشهداء لا يسألون في قبورهم، كذلك المرابطون، كذلك الملازم لقراءة سورة تبارك. يقول الشيخ الباجوري: الملازم لقراءة سورة الملك من وقت العلم بذلك يقرأها في كل ليلة، في كل ليلة، هذا لا يعذب في قبره. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: نصبت خباء خيمة يعني على مكان ولم أعلم أنه قبر، ولم أعلم أنه قبر، فإذا بي أثناء الليل وأنا نائم سمعته يقرأ سورة الملك، يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره الخبر، وقال: هذا ما حصل لي. وقال له أنه قرأها حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر. فواظب عليها كل يوم بعد صلاة العشاء، اقرأها، اقرأ سورة الملك. إذا كنت لم تكن تحفظها اقرأها من الهاتف الجوال كل يوم. أنت تشتري بذلك ماذا؟ راحتك الأبدية، لا عذاب القبر، لا عذاب أو لا سؤال في القبر، وبالتالي لا تعذب، لا تعذب. هنا ثم قال: والقبر بعد ذلك روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران بحسب الثبات والارتياب. فمن ثبت كان قبره روضة من رياض الجنة، ومن ارتاب كان قبره حفرة من حفر النيران. أخرج الترمذي والنسائي والحاكم بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده والعياذ بالله أشد منه. ثم قال: عندكم نيران؟ نعم؟ عندكم نيران؟ ما فهم؟ نيران؟ عندنا النار، أنا قلت النيران هي النار. قال: واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر على قدر ما يتألم ويلتذ. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا، يعني هذه الحياة التي هي في القبر هل هي حياة بروح أم حياة بلا روح. قال: والمنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله التوقف، لأنه لم يرد بذلك أثر أو حديث. ثم قال: ونؤمن بالبعث. شرع الآن في الحديث والكلام عن وجوب الإيمان بالبعث من القبور. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.